بصة حلوة، البساطة سهلة، الكرة جميلة، العرض طاب والحظ واقف أو يعاند الفريق الوسطاوي. العرض خطيرة، فرصة هدف أول، هوبا سدد، شوط يا فليب يا ولد فابيو ليما، رونالدو مندز تطلب في اتجاه ناسان فيليبي، كرة اللعب فيليبي براس، يلعب فيجريدو لجريدو لكن مقطوعة من أمام فريق نادي عجمان، بالعرضية خطيرة، هوبا تاني يا ولد ليما، 4-3 لاتحاد جلبة، إن كانت يوم أمس بين الجزيرة وبنياس اليوم وصل حقيقة منذ رحيل زيماريو بعد أن حقق الثنائية في موسم 2006-2007. ناثان فيليبي سدد كرة 1-0. لكن هنا خليل ولقطة أخرى أيضا، لقطة، لكن هذا الأمر الذي رفضه فريق الفجيرة، وبالتالي تعاقد مع المدرب الدكتور عبد الله مسفر الذي نجح في الصعود لدوري المحترفين على حساب إيجابية التي يبحث عنها محب الفانيلة الخضراء في هذه المباراة. من الجانب الآخر البطايع، يبدأ المباراة بزايد أحمد، هذه لعبة جميلة ونقلة للأمام، والمباريات السابقة الهرمودي سيطلق صافرته، إلا إذا لهذه الكرة، إلا إذا لليما، ولا زالت خطرة فابيو ليما، يلعب كرة لناثان فيليبي، نتان عرضية رأسية لكن حارس قوية، وصلاوية لازالت في المكان السليم، العزيزي العيناوي السابق، الكرة جميلة جميلة للوصل، جميلة ناصر يطلب الكرة، ناصر مررها في اليمين، كرة إلى ناثان فيليبي، الوصل يستلم من هدف عالية للأمام، هذه الكرة مرت من أمام، سارت أمام الملك ريال مدريد، كرة بتعود الآن، عرضية عالية بالرأس لكنها بتمر من أمام الجميع، تأخر بهدفين نظيفين، أمر فعلا يعني بداية فعلا ولا أجمل، عملية تبادل الكراسي في الترتيب عندما يتعلق الأمر بفوز فريق أو خسارة فريق، في الأوفياء الحاضرين ولا واحد منهم تحرك، هذه كرة للوصل، الوصل 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 الآن، وويلتر سواريز وخطيرة تقدم ثمار الزمن الفرنسي العربي في راسه ومررها خطيرة لكن لا تصل في الكرة الماضية، هجمة مرتدة، الكرة ترجع الآن لمصلحة فريق نادي الوصل، أنجب زهير بخيت وفهد خميس الهداف التاريخي لدورينا 165 مفاز وحافظ على تقدمه وحافظ على مكتسباته، إذن الوصل مبروك، أداء ممتاز، والكرة الأخيرة الخطيرة باولينيو، باولينيو حاول يمر تتخلص، هذه ليش متفاعلين مع المباراة، نهائي كأس غاية في الأمام بالنسبة لكل اللعيبة، يتنال شرف المشاركة في هذه رونالدو مينديز إلى ناثان فيليبي يتقدم في الكرات الأمامية عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، كرة تعود جديد، ناثان فيليبي يرسل كرة، ناثان خطيرة، هذه عين الحمادي، الحمادي يحاول المرور يسقط على أرضية الملعب ما فيها شيء، حكم المباراة يشير إلى استمرارية في اللقطة الماضية، يحاول فيها محمد إسماعيل، ترجع مرة ثانية لمصحة فريق الوصل، أمامية استلام رأسية بشكل غريب ناثان فيليبي من أوراوخو إلى ناثان العامري، حاول حصل على الكرة ما سيطر عليها العامري، الكرة داخل منطقة الجزاء الآن خطيرة 25 ياردة بشكل كويس، يمشي على طول الكرة فابيو ليما، ليما حلول والعرضية خطيرة، فيليبي والعرضية الوسط خطير، الوسط يسجل خارج ملعبه للاختراق للتقدم من أجل التعديل من أجل العودة من أجل 2-1 يبحثون عن هذا السينار، فقط لقبين وثمان مرات الوصافة، كرة تصل في الجهة اليمنى، هذه كرة البحث عن كرة عرضية عالية للأمام، فيليبي جواو استلام في جريدو، صالح فيليبي فيليبي استلام برازيلي ثم كنترول ثم شوف تضع اللاعب في هذه الوضعية وتضرب الدفاع عبد الله سلطان وخليل غانم، مباراة مع فريق الفجيرة
ومنديز يعود مرة أخرى اليوم حتى الآن متوهج، حتى الآن متألق، تألق في مباراة حتى اختفى. خمس دقائق كوقت بدل ضائع على أحداث شوط المباراة الثاني. مرتدة وصلاوية، مرتدة وصلاوية مرة أخرى. عامر أحمد يهيئ كرة على الجهة اليمنى، وصلت في مكان ممتاز لفليبي وعرضية ممكن كرة مرمى الآخر. علي سالمي فرصة موجودة في كويريدو. جدول الترتيب لا تتخيل بأن الوصل هو أحد عمالقة دورينا، لكن هكذا هي الظروف بالنسبة للوصل في هذه الأيام. لوكاس غالفاو، خميس إسماعيل، أمامية الكرة لمصلحة ناتان. ناتان عرضها